السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة، برنامج بصراحة أكثر عبر فضائية الشروق. نأتيكم كل التحايا اللي بتابعوني من داخل السودان وأيضا من خارج السودان. دوما عندنا موضوعات مختلفة، ممكن تكون جوانب هي سياسية اجتماعية اقتصادية وغيرها، ولكن بنتناولها من جانب وإطار اجتماعي أو تأثير على الجانب الاجتماعي على الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة. اليوم حيتكلم عن التأثيرات الاقتصادية، إذا تناولنا الجانب الاقتصادي عندنا، ويمكن كلنا عايشين إحنا ظروف بتمر بها البلاد بتنعكس مباشرة على الأسرة. لما نتكلم عن الميزانية المنزلية وكيف يمكن إدارتها، ومن الأجدر، حواء أم آدم؟ باعتبار أنه آدم هو المصدر والدخل للأسرة، وهو يعني هو جاب المال ده للمنزل، وفي جانب آخر أنه حواء هي ممكن تكون مدبرة ومدركة أكثر للإحتياجات وشنو ممكن يكون محتاج له أو ما في حوجة له للأسرة، ويكون في أيضا ترشيد. ده موضوعنا لليوم حنتكلم فيه، ودعوة لكل المشاهدين اللي بتابعونا، وإن شاء الله حنصل بالتأكيد لنتيجة من خلال الحلقة اليوم، وعلى امتداد ساعتين إن شاء الله من الزمان حنكون معكم. برحب داخل الاستوديو أستاذة وخالة خالتي حجة خليفة، مرحب بك كثير. أهلا، مرحب بك أستاذة رشاد رشيد، مرحب بك. أنا سعيدة أن أكون معكم. الله يسلم حبيبتي. تمثلي جانب المرأة. الله يسلم. أحيانا بتكوني معاه ومرات بتقولي الحق، يعني أيوة حتى لو أيوة. عندك رأي بتقوليه بوضوح. وضوح شديد. مرحبا بك كثير. أهلا بك كثير الأستاذ الصحفي والإعلامي أستاذ عبد المنعم شقراوي، مرحبا كثير. أهلا بك كثير رشا وحبابك وحباب مشاهدين قناة الشروق على امتداد بس. سعيد جدا انه اكون معكم. مرحبا بك كثير يا هزعت. مرحب بك كثير كمان دكتور معاذ شرفي اختصاصي. مرحبا بكم ومساكم سعيد، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. الف خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبه استاذه رشا بمناسبه عيد الميلاد. ده طيب ان شاء الله. عقبالك كم شمعه معاك. 11 اهم حاجه. والشمعه طيب ان شاء الله بالصحه والسلامه. تسلم ان شاء الله. لما نتكلم على الموضوع اللي هو بالعنوان الرئيسي اللي ذكرناه، نجي نشوف ميزانية المنزل. في ناس أصلا ما وضعين ميزانية، يعني ماشي كده زي ما تجي تجي، المهم بيجي الصباح وبيجي المساء والناس بتاكل وبتشرب، يعني ما في ميزانية ممكن تكون واضحة. ده الغالب في بلدنا. أيوة. زي ما تجي تجي. فكلمنا عن أهمية أنه أصلا يكون في ميزانية للبيت يعني. طيب بغض النظر عن دخلك إذا كان يومي أسبوعي أو شهري، هي أكبر مشكلة إنه نحن في حياتنا التخطيط موارد، ما قاعدين نخطط، نحن شغالين بنظام عقلها وتوكل بس. لكن عقلها أعقل شيء أحكمه، ما قالوا كده هي بالفوضى. يعني نحن المفروض دائما يكون عندنا تخطيط مسبق لكل شيء. يقول لك نضع بالبركة يعني. ما هو دي واحدة من مشاكلنا، إنه دائما نفاجأ بالأشياء لانه ما في خطط واضحه، ما قاعدين نضع تخطيط في حياتنا. يعني انا دائما من خلال الحلقات السابقه بنتكلم عن كثير انه بنفاجئ باخطائنا لانه ما في خطط واضحه. رمضان بيجينا فجاه والعيد فجاه وكل شيء فجاه، لانه الخطه ما مرسومه بالشكل السليم. اي زول بيخطط حياته، يعني نحن مثلا الحياه المنزليه، يعني انا عارف انا عندي الاسبوع فيه 6 7 يوم، انا مفروض كل يوم عندي كم وجبه، مفروض اكل شنو عدد افراد. هل نحن قاعدين نضع جدول اصلا؟ يعني نحن نشوف في الدول اللي نحن درسنا فيها الناس بيخطوا جدول كده انه الاسبوع حياكلوا فيه شنو، الفطور الغداء العشاء، بيقوموا بيحسبوا انه الاسبوع ده حيجيبوا المواد شنو، عشان ويزول عارف في جدول الليل وجبات شنو معروفه برضي حاجات البيت كلها. يعني انت وجبتك اللي بتحبها بتلقاها داخل الاسبوع ده. فنحن المشكله الكبيره نحن بنصحى من الصباح ونقول يا الله الليله ناكلهم شنو. احيانا كمان دكتور معاذ، ده لدول ممكن تكون هي متقدمه، وضع الاقتصادي متقدم، نحن مرات ما بتكلم عن كثيره، ما هي ما دايره لا وضع اقتصادي، هي دايره خطه. اول حاجه انت لو بتعرف انك انت هتعمل شنو ما بتدعب، ما بترهق نفسك، ما الاستريس بيجي من وين؟ الضغط النفسي بيجي من سوء التخطيط، انك تصحى وانت مش ما عندك، انت ما عارف اصلا عايز تعمل شنو. انت لو كنت عارف انت بتكون مرتاح معنويا، عارف بكره الصباح انا حقوم اعمل 1 2 3. انا في حلقه سابقه يمكن انا قلت احنا بناكل باستشاره الجيران، نقول لهم يلا الليله اكلهم شنو، يقول لك اعملي ليون. مش كده بل بيحصل فعلا، يقول لك لحد الان ما عملت الغداء اعمل شنو. ايوه اعمل شنو، قوموا الجيران يدوك الارشادات المطلوبه يعني. لكن ما في تخطيط واضح عشان احنا نقدر نبني عليه، والميزانيه حتى
يعني لو قال لي نحن عندنا السبت والحد والاثنين حنفطر وحنتغدى وحنتعشى المواد اللي حنحتاجها واحد اثنين ثلاثه، انا بقدر احسب وبقدر بعد ذاك اخذ في الاولويه الاهم ثم الاقل اهميه. لكن لانه ما عارفين انت بتشتغل ما عارف هو ذاته الاهم ولا ده الاقل اهميه، بتلقى نفسك مورط. طيب ما كان تكلموني بدل كان اجيب ده ما كان جبت ده. ايوه مش كده؟ طبعا الحكايه توسعت اكبر يا دكتور معاذ، وبقت جروبات هي في الفيس، بقى فيها استشاره تقريبا، في جروب عديد اسمه الليله الغدا شنو حاجه زي كده يعني. فالواحدة بتدخل انها هي مجهزه شنو وكم صحن، وكل واحده بتقول هي مجهزه شنو. يعني هل هي دي للعرض وللشو ولا للتخطيط؟ في جزء ممكن طيب. يكون شو فعلا ما هي دي الكارثه الكبرى، نحن ما دارين الشو، نحن دارين الشورة. يعني مثلا انا موظف او حتى كنت تاجر، انا بحسب انه انا في الشهر بصرف كم. طيب انا الشهر ده دخلي كده، حوزعه كيف؟ مرتبي كده، المفروض وجباتي تكون شكلها كيف؟ اوزعها كيف؟ يعني ما دارين بوبار، انا دارين واقع. اول حاجه محسوبه فيه القيمه الغذائيه عشان كمان ما يحصل لي سوء تغذيه وادفع قروش دواء. نحن كثيرين نقول لك مشي مشي، في النهايه بيجوا يدفعوها علاجات. صحيح، مع مرور الزمن صحيح. بعدين احنا ما ناكل بالكميه، ناكل بالنوعيه لاحتياجنا. انا ما عندي طلبه في البيت، عندي زول عامل بيمشي الشغل. طيب هل نحن قاعدين نحسب القيمه الغذائيه ولا بنحسب الكميات؟ نحن حاسه لو خدتين اكل قطع كده وقطع يقول لك داك الخواجات. اكل ده ما بشبع. انا كلمه خواجات دي قاعد تدعبني جدا، لما ننظم الوقت يقول لك حركات خواجات، لما ننظم الاكل. طيب معناتها نحن فوضيه يعني، هم المرتبين يعني ولا نحن بنقول كده ليه؟ ما نحن ممكن نحسب القيمه الغذائيه، المزاله ما كميات، المزاله نوعيات. يقول لك يا اخي بس يملوا بطونه، حيتملى لهم بطونه. بتحصل. ودي الخطوره. الحاجه الثانيه غير التخطيط الاتفاق، البيت ده مع شراكه. انت هسه تكلمت عن حواء وادم، وانت دائما يا رشا قاعد تجيب لنا الفتن يعني. دي ما مشكله، اللي يدير البيت لسه الفتن جايه، احنا ما قلنا حاجه لسه. اللي يدير البيت منه هي دي ذاتها مشكله، لكن انا بفتكر انها هي شراكه. اي زول بيلعب فيها دور. يعني الشراكه شنو؟ انه انت دورك شنو وانا دوري شنو؟ المساله مش انت مفروض تشيل كل المصروف ولا لا، اي زول عنده دور في الشراكه ده. زي ما انت قلتي، هو بيجيب الدخل وهي بعد ذاك ادرى بالاحتياجات. يعني الراجل داخل البيت ما حيكون عارف البهارات الناقصه شنو يعني، لانه هو ما قاعد يطبخ يوميا. نحن حنجيب بالتفصيل، حنجي للاحتياجات اليوميه وحنجي لتنظيمها. أيوة. وكل التفاصيل دي. لكن حتى النقطه الاولى اللي بديت معاه، عايزه برضو اجي لخالتي حجه وشوف، مهم انه يكون في ميزانيه للبيت ولا زي ما كل الاسر احيانا او اغلب الاسر بيقول لك بالبركه يعني خلاص، انه ده الشاي وده الفطور وده الغداء مش يعني. هو اغلب الاسر بقت عندها وجبتين مثلا، زايد الشاي اذا اعتبرناه وجبتين ونص يعني. فالافضل انه يكون في ميزانيه واضحه معروفه، انه اليوم ده بصرف كده والاسبوع كده والشهر كده، وتتمسك الميزانيه دي ولا تكون مفتوحه وزي ما تجي تجي يعني. لا زي ما تجي دي ما ممكن تجي تجي. زمان ابواتنا الواحد لما يقوم الصباح بيجيبوا لحمه وخضار، الخضار واللحمه والحاجات بخطها وبمشي. الدقيق ده اصلا بيكون مدقق مخطوط بشوال. دقيق قاعد ولحمه بتناول لك اللحم الخضار، ولا لو هنا قدك يعني معروفه دقيق الحاجه الاساسيه يعني. الدقيق واللحم والخضار يمكن يتناول، لو ما تناول ولا ظروف شغل يمكن يطلع موظف ولا بدري. لو قدام قروش انا عارف انه اللحمه بكم والخضار بكم، وهي حاجه معروفه. لكن في شنو مصروفك ده؟ ده بقول لك مصروفي الخاص، ده حاجه خصوصيتي انا. مصروف اللي بديه ده حق المرأة يعني. هاي بديها مصروف، لكن ده حقها هي الخاص. لحاجاتها ولا انا بيجي راجع من بيواتنا، بيجي راجعين من السوق، بيجي شاري معاهم الفواكه، بيجي شاري معاهم العيش. الواحد الطفل ذاته يكون قاعد متشوق انه ابوي بيسع حجيب العيش، ابوي بيسع بيجيب معاه من السوق. حس اسال لك يا طفل تقول لي ده جاب لك، تقول لي جابته ماما، ده جابه منو؟ جابته ماما. وماما القرش ما مسيطرة فايدك القرش لا خدمتي اللي جابتي يلا دي ما صح. وما انا متذكر زمان اجي من المدرسه بنكون مستنيين ابوي بيتين يجي عشان يجيب معاه الرغيف حق سوق ام دروان سرق خلاص، وبنكون مستنيين شنو عشان يجي شايل الموز البطيخه. البطيخه يجي شايله، البطيخه دي يا دكتور معاذ الجمعه دي لازم تكون فيها بطيخه. هو الجمعه وزمان احنا في الفتح ما عندنا ما في كهرباء. بيجيبوا نمشي نجيب التلج. نجيب نصلح حق التلج ده، ابوي بيكسره وحطه في الدينار. بيحب الجمعه شديد. الجمعه فيها ملح الخضره المفرومه. القدحه دي الحله كلها قدحه. حاجه عامه كده في البيوت كلها. فالانا يلا يا مره وراجل متزوجين وساكنين في بيت واحد عندهم اطفال، لو ما متفقين
على الحي السلام. لكن الزمن متغير، زمان الابو ده ما بيطلع في زمن معين ومعروف بيجي راجع الساعه كم؟ 3 4 مش؟ بس بيطلعوا 3 الصباح اللي هذيك وثاني ما معروف يجي. هاتوا بياخذوا لهم قاعده في المكتب ساعه فراغ، انتوا فراغ بيقعدوا في المكتب. لكن يا الزمن يا اسطوى بتغير، ويا هالحي الزوجيه ويا هالمره ويا هالرايك. اي مره بلاقي لها ما متفقين وما متفق معاها وما عارف هي بتعمل في شنو وهي ما مقتنعه به وهو ما مقتنعه به الضحيه الاطفال. في مولا في حاجات عجيبه جدا، لكن لو في قناعه اي شيء بيمشي. واي انا هسه بتكلم خليه احنا زماننا زي ما احنا صبرنا صبر ايوب. البنات الحسه هذيل الواحده تنطط والعرس العرس العرس بدايه الصاله ب 200,000 دايرين اللبس دايرين شو وما عارفين هو العرس ده مزوليه. صح انت يا الام لما تدي شيء بتقول دار العرس وممكن تجيب احسن زول وريها الحياه الزوجيه ذاتها فيها شيء. فيها اسرار، فيها حاجات، لو جات تكلم باي حاجه قول لها ده سير بينك وبين زوجك. يلا الحياه الزوجيه هم مش بيفرحوا بها فرح. لكن الا ادخلوا فيها حتى تنعرف يعني اسرار. يلا دخلتي فيها صدمه تقع. طيب انت في رايك الميزانيه افضل تكون شهريه ولا اسبوعيه ولا تكون زي ما كانوا ابهاتنا زمان؟ هي لكن لسه بتكون اليومين دي الميزانيه دي ذات رشا بنت ما قلت لها الموضوع ده؟ اليومين دي ما قصدناه نحن عشان ايوه حي استاذه فاطمه شادلي وكل خلف الكواليس اليوم دي احنا الميزانيه ذاتها ما تعبانه تعب شديد ما في سعر عشان كده عايزين نتكلم عنها. اي والله حسنا انا عندي قريشات في شنطتي شايلاي دخلت قديش انا قالت البيت قالت لي الا بشقي في صف الوجه بفتش بفتش كان سمحان كذي والله كان مرحه كان كذي افتش لي هي ترين قاعده تلتصق تحت خالد بقى ما في حاجه والله يا جماعه القروش عباره عن كوستين بس حاجه كده عليها لكن الشعب السوداني ربنا يكون في عونه لازم صابرين صبر عجيب خلاص وربنا بيفرجها لنا ان شاء الله بيفرجها ربنا يفرج ان شاء الله يعني مع الظروف دي انت برضه رايك شنو؟ يعني احسن مع الحاله دي يعني الناس ترتب باليوم تباصير حته حته شويه شويه من الدكان ولا الناس تحاول تلملم تجيب من سوق الجمله ولا شنو اللي بيحصل يعني؟ اللي بيحصل الله يكفينا شر السماسر والتجار السوق الجشع شديد. اللي بيحصل انت ما مشيت الجزاره دي ولا كان ان شاء الله اللي يجيبوا لك الكيلو ده. حاسه فيها انا والله وافقت لي اديني الربع تقسموا يقسموا لي نص. لا انت ما يعني لكن ما عارفه الا ميزانيات وكيف. في ناس بيفتكروها فلاحه كل يوم دي ما مباصره دي حاجه كويسه مباصره لكن مباصره في بيتي. لكن في ناس بيفتكروا كل يوم ياخذوا من سيد الدكان توم بتوم كده بكده ودول كده وقال لنا كده لكن لا والله شفت لو تجيبي كتير وتاخديه انت شاطره ما انا بس قصدتها دي انا عايزه اصلا هسه انا حاجاتي بجيبها بالجمله شطاره شديده لانه بيكون السعر اقل اقل الحاجه متوفره سيد الدكان ده ما بيربح ربح خيالي الدكاكين في الاحياء دي ربح شديد لكن المره الشاطره وراجل انت بتكون منها قريب شوف انه الليل الدولاب ده فوق افتح الدولاب افتح لو المطبخ افتح الثلاجه اسال ذاتي لما تجيب وجبه كذا تحط عليكم هتشكرها لا ساي والله الرز الليل الرز طلع جميل والله بكره سوي وجبه المشكله لكن تاكل وغسل يد وصار وشه كده وبره يضحك زايد ملح وناقص ملح بتاع وكان لقى حلو اقول حلو وبره يتونس ويضحك كده ما صح الرجل السوداني ما تكون جاف كده يا اخي ادينا كلمه كده حلوه برضه استاذ شقيرابي برايك شنو افضل الميزانيه وافضل انه يكون والله ونحن ذات اذا دام نتكلم عن الميزانيه يا رشا حقول نتكلم عنها بشكل اجمالي يعني ما المساله اكل وشرابه بس ايوه صح الميزانيه دي فيها مدارس الميزانيه فيها علاج صحيح. الميزانيه فيها ايجارات فيها بنزين فيها اشياء كثيره فيها مواصلات وبعدين الاشياء دي كلها متغلبه يعني انت ممكن تكون شايل 200 300 500 ممكن يحصل تضخم في زمن عشان انت ماشي على السوق ممكن ربع البصل من 300 بقى 400 فبتبقى في نفس اللحظه يعني خليك من انك انت تبيت ولا بكره عندك شنو ولا دار تعمل شنو الثقافه بتاعت البيت السوداني وشكل البيت السوداني وتميزه بيت البكر ممكن يكون جنبك اللي انت عايز تشيل له الصينيه الاشياء كثيره يعني الضيف اللي بيجيك فجاه دي كلها ما بتقدر انت عشان انت ترسم ميزانيه زي ما تكلم الدكتور بر الناس مسالتها سهله يعني كل زول مقفول في بيته وحاجته
قدامه، لكن هنا نحن لا مجاملات وترابط زلك عديل حافله تجيك في البيت، ضيوفك، اهلك جايين من اغاليم، ناس مشت مستشفى علاج، انت ركبت في المواصلات دي جنبك اربع خمسه انفار دار تدفع لهم، ده حق رجوعك يعني. صحيح. كويس، مشيت المستشفى، التذاكر بتاعت المستشفى تقدمت انت لثلاث اربع تذاكر عشان تدخل الناس. فالحته بتاعت الميزانيه ده انا افتكر انه الكلام فيها فضفاض يعني مفتوح، يعني ما بتقدر تعمل لها الكنترول اللي انت دايره. السوق طبعا اذا حتابع الحاجات دي كلها معناها فعلا لا، ما انا صدار اقول لك هي هي يعني انت هي بتبقى تحوطات اكثر منك انت ميزانيه. يعني انت الليله يوم الخميس وانت الجمعه ما شغال، لو انت شغلك خاص، لو انت بمرتبك بتبقى المساله مختلفه. طيب انا بفتكر برضها الدكاكين بتاعت الاحياء دي يعني ده شراء بيسموه شنو هو عاجل عاجل يعني يعني بيه. كل الناس دي مديونه يعني دفاتر الضروره دي كلها مسجله، ناس عليها ديون وعليها كده. يعني انت ده مرتب سبتمبر انت خشيت في اكتوبر خشيت في اكتوبر، وممكن تكون ناس خشت في نوفمبر. اذا انت عندك شغل خاص او شغل اليد الرزق اليوم باليوم، انت الليله الخميس والجمعه ما شغال، السبت ما شغال، ممكن الاحد ذاته ما تبقى عندك المساله في يدك. صح. شغل. فانا بفتكر انه قدر الموجود الناس يدبروه، كلمه ميزانيه دي نحولها لتدبير ونحولها لترشيد ونحولها لمباصره زي ما قال الاستاذه. فنباصر كده حاجاتنا عشان نمشي، وهي الشعب السوداني ده كله عايش بالمباصره وتحت بند الله كريم يعني. فالناس عايشه الحمد لله ماكله. الثقافه برضه بتاع التبادل، الوجبه مما نصنع، انت بتدي جارتك، جارتك بتديك، في الاحياء شعبيه، في احياء راغيه، معلش بقت هنا باسطه ولا كنافه، هناك ممكن تكون كسره وملاحم ومحبط وكده ومفروك. فدي كل الاشياء دي انا افتكر لو ما خدناها نحن في خرطه بصوره عامه، حتى بعدين نجي نتكلم عن انه منو البدير، المرأة ولا الراجل. والإدارة أنا في تقديري برضها أتفق مع الدكتور إنها شراكة، وكمان أضيف لها شراكة ذكية. يعني أي كشيرة فيها من أي طرف أو عدم قبول بتفضها طوال يعني بتقلبها رأسا على عقب يعني. صح. تبقى المسألة إنك أنت بعد ده تفتش حالك وتدبر حالك. فمهمة شديد جدا الشراكة والشراكة الذكية. والله يا أخوانا مدام والله نحن اللي عندنا كده ودارين ناكل ونشرب، الولد ده ماشي وداخل هان ميزانية برضو نسينا دكتور فيها تحويل الرصيد، الرصيد للناس الماشى الجامعات والناس الماشى المدارس، حاجات دخلت جديدة يعني كلها حاجات كثيرة. فوالله يا رش افتكر ان احنا عشان ما نظلم طرف يعني المسألة دي لو قلنا احنا بتجيب لكم انتوا الكلام، ولو انتوا سكتوا بتجيب لنا الكلام. نحن غايبين على رقبتنا، احنا عايزين حتى لو الشراكه ولو اتفقنا في الاخير انه تكون شراكه بينهم، شراكه ذكيه. ايوه، كيف الناس تعبر بها المراحل اللي احنا فيها والمرحله اللي احنا فيها والظروف الاقتصاديه اللي فيها عايشها البلد كلها، يعني المستطيع والما مستطيع بيمر بظرف اقتصادي. طيب نحن هنقول حارجع عليك الثاني لحاجه قالوا زمان، يقول لك الاب شغال والناس كلها عاطله ومكلهم وقادر عليهم، والليله ممكن البيت يكون فيه خمسه شغالين وما يعني الصعوبه غايمه. فكده والله الحته دي فيها جوانب نفسيه. انا بفتكر انه يمكن يكون داسه تخطيط للميزانيه اللي هو البيت كله مثلا يكون فيه خمسه. انا داير اقول للدكتور بس عندي نقطه خطرت في بالي، هل ظروفنا الاقتصاديه حتعدل من سلوكنا الاجتماعي؟ اللي هو قال حصه قصه الضيوف وقصه البكا وقصه الناس بيجوك في اي وقت دارين ياكلوا، هل حتخلي الناس يغيروا عاداتها وتقاليدها؟ والله في تغييرات سلوكيه في المجتمعات حاصله، ما هو مرات الظروف بتجبر خلال مشاهدات يعني ما بتجبر يعني بتفرض عليك الادابتيشن ده يحصل انه يحصل تغيير سلوك. يعني يبقى الناس تكون واعيه انه ما نمشي لاي زول في اي وقت، نكون حازمين، نخطر الزول ده يكون مهيأ مش كده؟ ايوه، قزازة حاجه بارده ممكن انت ايوه عشان تعالج الوضع يعني. صح. عشان ما ندخل الناس في حرج، لانه ظروف يعني انا بفتكر التحضر هو يعني شو؟ انك ما تدخل الزول السلوك رقي، تعامل بادب، ما تدخل الاخر في حرج، ما تنتهك خصوصيه الاخر. عشان كده بيبقى انتوا العنده والما عنده لازم يكون في فوق الاولويه، اللي هو حنرجع للتخطيط. إذا أنا قال شيء غرابي مشيت أنا وعندي 500 جنيه ومفروض أجيب واحد اثنين ثلاثة يلقي سعر الحاجات دي زاد، طيب البدائل المقترحة شنو؟ يعني إحنا دائما في التخطيط بنقول عندي فكرة فيها هدف أساسي، طيب الهدف ده إذا حيدنا منه هل في بدائل؟ مش كده؟ يعني أنا مشيت أشتري حاجة ولقيتها غالية جدا، طيب الخيارات المتاحة غير شنو؟ هل بس يا دي يا ما في؟
ونحن طبعا عندنا الفكرة دي في السودان كثيرة، لو ما لقيت دي معناتها نحن تورطنا. الناس كلها يقول لك والله دكتور انا حسوق الرشا لحتة ثانية. ايوه اني ذات بدائل الوجبة شنو؟ يعني هل البصل ده يبقى جزء اساسي وفي كل الاسعار؟ اصلا اساسي. واللحمه تكون واللحمه تكون اساسيه في اللحمه ممكن الاستغناء. والسؤال اللي انا قبل سالته يمكن في بدايه الحلقه قبل ما نبتدي، انه نحن وجباتنا كلها الحله دي البصل ده لازم، ونحن عارفين البصل ده اغلى شيء. البصل داخل الحله وداخل في وجباتنا. طيب انا هل ممكن يكون في اللحمه ذاتها الرز ممكن؟ هل الدول الثانيه يعني ممكن، هل الدول الثانيه ما قاعدين يستخدموا البصل بالكميه دي، ما قادرين ياكلوا؟ طيب هم بيعملوا شنو؟ بياكلوا ملاحات زينا يا دكتور. طيب يعني نحن ممكن ناخذ بدائل شنو؟ ومثلا انا قبل بتكلم هل اللحمه لازم يكون والله البصل ده ما عنده اي بديل يعني انا حاسه الطبيخ لو ما عنده البصل اللي يخط البصل ده وش كيف يتكلم على الميزانيه يا جماعه؟ بيبقى حتفرض علينا الظروف الاقتصاديه ان نعرف القيمه الغذائيه للطعام بتاعنا، ما الكميات، النوعيات. يعني ناس برا ما جبرته للظروف، ما تفتكروا ناس برا ديل هم بيجوا يحسبوا النوعية لأنه كان مرت بهم ظروف قاسية جدا خلت أي شيء محسوب. يعني ما بس العلم، الظروف جبرتهم أن يحسبوا كل شيء بدقة. إحنا حسب بنمر بالظروف دي عشان نحسب كل شيء بالدقة دي. لكن طبيعة الأكل نفسها، هم أكله ممكن يكون نواشف نوعا ما، نحن طيب أكلنا لازم طيب الملاحات. طبيعة الأكل ذات نحن ما ممكن نعمل ملاحات. يعني أنا حاسة قبل شوية سألت الخالة برا قبل ما نبتدي، قلت لها البامية المفروكة دي ما ممكن تكون من لحم بدون لحمه؟ قالت لي كيف تكون بدون لحمه؟ لا لا العظم كبير. كل العظم كبير قالت لي يكون العظم كبير. طيب انا الفكره حاسه في طبختي بتاعت الباميه انا داير اركز على الفيتامينات والمكونات الموجوده في الباميه ام في اللحمه؟ طيب هل انا ممكن الليله اخذ باميه عشان بكره في الغداء اخذ لحمه مثلا، في العشاء اخذ الباميه، ولا في الغداء ولا الا الباميه دي تكون جوا اللحمه، اللحمه جوا الباميه بنفس الطريقه التقليديه؟ هل البطاطس ممكن ينتبخ بدون لحمه؟ هل يبقى بعد ده نحن بنعلل القيمه المحسوبه بسعرات الحراريه في اليوم؟ انا اوزع وجباتي كيف؟ دي دايره ثقافه عاليه عشان انت ما تجيك سوء تغذيه، مش كده؟ توفر كل الاحتياج اليومي، لانه انت لو حاولت تاكل هي بالمباصره ممكن تلقى ان القروش اللي بتوفرها كلها بتروح علاجات. ايوه الناس حتمرض. يبقى الظروف حتجبرنا ان نكون نرجع للعلميه ونرجع للدقه. جبرت الاخرين انه يمشوا في نفس المنهج. التحضر انه بقودنا، لانه احنا لازم نكون مخططين، لازم نعين لقيمه الاشياء ما كميه الاشياء. قيمه الاشياء يعني الفكرة اللي فيها كسرة وبطاطس ورز وشعيرية ومكرونة في الوجبة الواحدة ما فيها قيمة غذائية، قيمة واحدة، والجسم بيحتاج لكم من النشويات، يبقى ده كله ضيع قروش. طيب أنا محتاج لشنو لأطفالي ديل في البيت؟ هل كلهم يأكلوا الرز ومكرونة في نفس اليوم؟ يبقى الخطة دي ما صحيحة، مش كده؟ هل ساردين وسمك وفي نفس اليوم يعني ضرورة؟ يبقى نحن بنعلل القيمة والتوزيع. طبعا احنا عندنا اهم حاجه انه الصينيه يكون فيها كم صحن؟ مش والله كان زمان دكتور، هسه يعني ممكن ثلاثه مثلا، ثلاثه دي لو الحاجه هسه يقول لك صحن سلطه. هي ما ثلاثه يا رشا، انا بتكلم هي ذاتها، هي الوجبات ذات كم؟ اثنين هم بيجوا اثنين خلاص، ده برضه سؤال يعني ما زي زمان في الاثنين ديل. هل فعلا ثلاثه صحن زي الناس؟ لكن يا اخوان الوجبات والله بلي يعني ممكن تقول الفئه الوسط، يعني مثلا عندك الملاح وعندك واحد من النشويات اذا كان مكرونه او رز، وعندك سلطه مثلا. يا رشا الوجبات ما اصلها اخواننا من زمان اثنين، لكن بالنسبه ده كان جحتي وحلتك حقه الملح ما قاعده. ايوه والله ما بالليل ذاك ولا بيمرضنا ولا ده يكون بالك ملاح هسه قاعدين مرضى الاولاد اللي حسوا ما بيمرضوا قطابين الاولاد دايرين دليفري ها؟ دايرين الاولاد الخرجان عايزين الدليفري. لكن شنو ما بمرض، لكن انا بتمنى اي ست بيت ام شاطره حلتها حقه الرز دي تكون كل يوم فيه وتهدي لها النار. يعني الرز لكن بيتاكل 200 في عنده اوقات معينه، ما عنده اوقات معينه. يداروا بحبه سكر يدوا له دايروا بالليل دايروا دايروا بلبن ممكن يقلبوا لبن ما اسمع دايروا بخضروات ما تدوير انا بقول له شنو بقول له ثقافه تدوير الطعام والبطاطس بي البطاطس بدون لحمه يا استاذ رشا البصل بس سوي التوم البصل ذاته قال لك خليه لا البصل ما دايره بالثوم بس تقدح الثوم ده وبطاطس هي تكون محمراها مربعات وترميها فيه وحتى الصلصه كده والله لا تعرفيها بلحمه ولا تعرفيها بمفرومه ولا ده ولا ده. الحياه دار تدبير والتدبير ده اللي مره واعيه
والمرة الواعية داري لها ربع معنويات من الرجل. برضو رجعت لنفس النقطة. تبين من المرة معناها تمسك الميزانية هي صح؟ التمسكة؟ ايه التمسكة، لكن أنا بخاف من شنو يمسكوا عليها؟ تقوم تمشي تحالي الأستاذة فاطمة الشاذلي، تقوم تمشي السوق ماشي لحاجة معينة تاخذ لها حاجة ثانية. عادي دي عدم ثقافة في السوق. والأولاد اللي بيمروا ما في إلا كراكن لكن ولا تمشي لحاجات ثانية يعني. اللي قاعد عنده تخلي الأكل. يجيب الأكل للأكل. دي مشكلة النساء إنه بيحبوا الشراء. بيحبوا الشراء ثقافة التسويق. وبعد ذاك بيبقى الهدف الأساسي المشروع ممكن يتنوع بدل يطلع في الحاجة الأساسية يعني تلقى كريم تشتري تلقى غلي. ما عارف شنو غلي. يعني انه تقول لك ده كله محتاج له كله محتاج له يعني الاولويه شنو والله انا بفتكر يا رشا برضه ميزانيه البيت هي مشكلتها كلها الغداء يعني الفطور ده في معظم الناس ما في البيت يعني هو الموجود في البيت بشكل او يا هو فول وطعم العشاء زي ما موجود ممكن يكون لكن المشكله كلها في الغداء يعني الغاز للغداء والبصل للغداء واللحم للغداء والبتاع كله حسي برضه وجبة الغداء دي زي اشكاليه انها غابت منها الصينيه لما الناس فيها ايوه الناس ما في ما موجوده وكل زول بيجي يغرف براه وبياكل براه وبيجي بعد المغرب وبيجي قبل المغرب ده بلخبطه من فهي ده برضه بقت ميزانيه الصينيه زادت ميزانيه صح هي موجوده في نفسها هي غابت يعني شتت المساله شديد جدا برضه بقت اشكاليه جوا اشكاليه يعني وجبة الغداء دي كانت صينية الناس بيقعدوا فيها ممكن لمحاسبة انت عملتها وعملتها وتحفيز وكله وابو قاعد وامو قاعد ومزاولات اليوم ايوه يعني اجتماع يعني وجمعية عمومية للبيت برضو نقول برضو والناس بتغرف وبتاكل وبتكمل صحاناتها يعني مش كل واحد بيجي ويخلي باقي والباقي يدفق يعني بيكون في فوضى كده الفطور كمان بقى عندنا فيه مشكلة مع انه مشكلته خفيفة لكن بقى عندنا مشكلة العيال اللي بيمشوا المدرسة ديل زمان كنا بس الكيس ده بياخد فيه سندوتش فول وسندوتش ثاني اللي هو مش سندوتش هو نص نص عيشه مثلا فول ونص عيشه ثانيه ما كانت العيشه طعمه بس العيشه كبيره كانت مش كده ثاني ده بكون عسل مربى المهم اي حاجه معموله في البيت والناس بتاكلها هسه لا بقى عندنا اللانش بوكس ده ولازم يقول لك فواكه فطارات ولازم نوع وبرضه بقت فيه جروبات في الفيس مرتديلا وبرجر وكان ما اخذ كلهم ده ما بياكل يعني حس ولدك لو حشيت له فول ما حياكله زاد بيخليه قبل وبيمشي فدي بقى ارهاق ثاني يعني الارهاق بقى برا البيت في موضوع الفطور ده والله برضه اتفق معك شديد جدا وبرضه قد تكون فيها يعني فيها طبقيه يعني ممكن المدرسه هو القاعد جنبه ده بفطور بفول وهو ده جاي شايل حاجه يعني لا ما بتكون عامه باي حال من الاحوال هي دي واحده من مشاكل المدارس عامه في مدارس لكن في المدرسه الواحده تخلي ما بتلقى فيها الفروقات دي يعني الفروقات دي موجوده ما هي يعني اللي هو زي الحته بتاعت الطبقتين دي ابتدت لكن بيجتهدوا كلهم منهم يكونوا في الحاله اللي انا قلتها لك ما تحسس ولدك بالدنيا يعني او لو جاب لك والله صاحبي عنده أيوه. هم ذاتهم ممكن تكون علاقتهم عاليه جدا انه يتقسموا صحيح بيناتهم ده بشكل كويس ياكلوا فعموما نرجع ثاني حنقول والله انه يعني جربنا يعني انا داير اخش في تجربه خاصه حقتي انا يعني انه شنو؟ انه والله يعني زي انا بجيب حاجات ما في محلها او ما مطلوبه فهي حتجيب الحاجات المطلوبه انا ادفع قروش فسكو الساكن تدفعها فدفعت القروش وكده فبقت القروش تقصر لهم بيقوا يتكلموا كلام ثاني ما انا فانا داير اشوف تجربه الدكتور وكلام الحاجه وانت زادك رايك المشكله في القصر دي في الحته دي فانتوا المساله اللي بيتم همنو وخارطه الطريق بتاعت صرفها ذاته كيف دي حاجات برضه انا افتكر جزء اساسا من العنوان بتاعي ده كلام صحيح هو اصلا انا قاعد اقول ما بين المتطلبات وما بين الامكانات في صراع انه حقيقه احنا دخلنا ما قاعد يقدر يغطي السوق يعني باحتياجاته يعني الان انا بقول ميزانياتك مع الارتفاع المستمر مهما كان دخلك كل يوم انت بتبتدي تنقص في احتياجاتك الاسريه يعني وجبتك الشهر الفات ما زي وجبتك الشهر ده الكميات بقت تتساقط لانه الامكانات ما بتسمح الحياه دي ما عايزه اتفاق يبقى قلنا عايزه الناس تكون متفاهمه تنسيم تتحاور في انه الاولويه شنو والاهم شنو والاقل اهميه شنو والوجبات اللي ممكن تدخل جديده شنو يعني خلي الرجال ما بيحبوا يوجعوا راسهم بالقصص دي مشكله ما عارفه تخيلي الغالبيه العامه يعني ممكن يدي القروش او يعني لكن يدخل في التفاصيل في انه
الفائده الغذائيه وين وتمفروض من وين والميزانيه. انا قبل قلت هي تلعب الدوار، المراه عندها دور والراجل عنده دور. طيب انا عندي الميزانيه وجبتها وجبتها قروشي هذه، انت تقول لي والله يا اخي انا بحاجه، الراجل بيجي يشتكي انه السوق غالي يعني انا ما قادر اوفر الحاجات دي. طيب انت بتقدري تعملي شو؟ مش كده؟ هي بعدك حريفه في زي ما قالت الخاله في انها هي تدبر شنو تاخذ البدائل شنو؟ دي الشراكه هنا بتجي. ايوه لكن ما تقول لها عاد انا اعمل لك شنو؟ مش كده؟ دي الاشكاليه. الاشكاليه هي دايره اولادها ياكلوا كده ويشربوا كده، لكن الواقع ما مس ما بقدر ما بقدر. يا دكتور نمشي ونجي للاتفاقيه. مرات لازم يتفقوا. مرات انا النسوان بتحمل الرجال بدس القروش. مرات بدي سؤال ده سنة مرات بتهملهم بقول له شنو وعندي قروش بقول لك انا ما عندي ونرجع ونجي ليه الانانيه. الرجل السوداني بقى يحب نفسه شديد. كيف؟ ما انت لما اديك القروش ما انت عذبتي تدبريت ان شاء الله تبقى حاوي. يلا ولو قلت زيديها او زيدها لنا خلاص مشكله. لا زياده تبقى المشكله زياده. لكن شنو انا غايته ما اعرف الكلمه الحلوه الاتفاق بين المرأة وراجلها بانه نعمل كده ونعمل واوعاكم من الاكل البر. انت ذاتك في المحلات يعني مع الاصحاب ومع تخرب الميزانيه ولا كيف؟ تخرب الميزانيه شديد. والله اكل ما اكل لهم في البيت انا ما اكله برا في وبعدين والله يا جماعه انا ما انا انا من قريش والله ما قاعد ادفع لكن بعزموني كده عزومه تبقى حلوه. والله بعزموني البنتين امنا بتعزمني وطه بيعزمني كده تاكل برا ما في مشكله. والله يا استاذ رشا قاتل جدا. انا حجملك الحق برا تشوف المرايات وتشوف الدنيا وتشوف العالمين وتشوف الحال وشوف هنا. لكن والله ما اخذت لك في وشي عجبني. اقول له لسه ده كان حمرك امي تقول لي تقول لي ده بيتنا. ايوه لكن والله يا جماعه انا سمعتش ده يعني لكن ما اخذ خشيت المطاعم ويعني لكن ما عجبني اكل ما في اكل كده عجبني اكل البيت الاحلى. اكل البيت احلى وقروش مبالغه انا كنت حاسبه فيها كده تحلتك ما حسبتها انت ما حقتي وتوجعني. لكن انا امشي واجي الرجل ما متفق مع زوجته ما مقتنع بها وهي مقتنعه به او الاطفال اصلا ما بيتفقوا في الاكل ده بيظهر في اي حاجه. وثاني حاجه برجع بجي للتدبير الراجل اللي عنده سعاده مرته تكون مدبره تكون مفكره تكون امه هناك واعياه. الراجل لما نلقى والله يا اخوان شفت الرجل السوداني وكل الرجال الرجل الشرقي كله الراجل لما يلقى بيته ما نظيف وزوجته نظيفة واكله مدبر حي والله بيخدع عليه المراه. بيخدع عليه يدبر من وين ما يوم. ما منك بدي لها ما تمشي تمشي وبرجع وبجي حله الرز دي يوم ما دايره في اي بيت كويس اي بيت يكون في حله رز وبعدين هدي لي النار املى الحله نص كيلو ده املى الحله وكون مستوي وجميل بين رز ياكله بين كده ياكله بيشيل من الملح ذاته. انا بقنطر لهم كده واقول لها ده الملح من فوق ايوه ارغبهم فيه. هي ذات اخذت الاكل يا استاذ رشا. اي صح في ناس ذات الغرفه الغرف ده في الصحانه حقت الاكل ما بعرف اغرفه. عندنا خالنا لما تكون في مناسبه كده يقول لك ما بتعرف يقول ما تجي تغرف. ايوه ما بتعرف الغرف ذاته فن مش كده؟ فن فن ذاته. والحاجه اللي اسال السلطه الخضراء ما بريد ولكن بقيت ارغبهم فيها. تعالوا شوفوا هوا السلطه تخطها بطريقه جميله الواحد غير ما يشعر بدخل يده فيها. انا ريا مريا يا اخوان تكون واعيه لبيته ولاولاده ولزوجها. دي اهم حاجه ويكونوا متفقين. لكن في نقطه قلتي انا داري اقف فيها الراجل تكون عنده ويقول له ما عندي. يكون عنده؟ انت قلتي ما هو بيقول لو عنده طلبات حتكتر. ما هي ما الفكره كده؟ الفكره الراجل نظرته طويلة المدى. ايوه مرات يكون عارف القروش اللي عنده دي احتياج بتاع الولد درسه مدرسة ولا والمرة لحظية بس اللي ما كلمها لما والله تكلمها طبعا. ايوه ايوه بكون عارف هي هي شافت القروش في جيبه لكن القروش دي عندها هو ده داير ناس بيتنا تقول لي حلك هي ما حتقول لي شنو حلك يا حلك شو راجل مواعيد يا لا لا ما في كلام الراجل كان حازم الراجل كان حازم والله ما تقدر ما هي حتمشي تقول عنده وبيدينا مهما يحاول هو يريح نفسه من وجع الراس والكلام الكثير بس يقول ما عندي اختصر القصه. لا غلط غلط والله هذول دي مصارف امي ما تهم فيها لا تكون فتحت الدولاب معناها واللي لقيت تحت ولو قال لها مصاريف امي اول ما لا لا والله حتى امي دي ثاني ما والله ما هذه مشكله كبيره. لا لا ما في مشكله الحكايه دي ما تطبع وتعود من الاول. ايوه صح انا من ما جيتك السلام عليكم يا اختي كذا 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 امي ما تتخطي اخواتي ما تتخطي اخواتي ما يتخطن زوجتي امي ذاتها ما تتخطى زوجتي
كل زول في محله والله. هو كلام صح ومنطقي لكن يعني ما حاصل اصلا. اصلا مشاكل البيت الان اخواتك وامك واهلك. انا دارس شخصيه الرجل القويه. كل زول مقعده في محلاته. ما تتخطي امي ما تتخطي اخواتي وهي ذات زوجتي ما تتخطاها. هسا يومين دي الجروبات دي اللي بيسوون ولد روحي مدخلتني معايا البيت وقوم علي مشاكلي. قاعد تتفرجي. اه انا مشاكلي كده 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 اقول لها قالت انا قلت لها يودي امه. في هنا دخل علي كل حاجه خليفه ليت دخل امشي قلت لها يا بنتي واللي تاني معانا. الحاجه دي من الرجل يا جماعه ان احنا ابواتنا ما زمان كانوا كده يا اخواننا ابواتنا كانوا شداه وقويين والله لو ان ابوي كان بيكون في الصالون احنا هسه لو بقينا شداه وقويين يقولوا الرجل قاسي والرجل السوداني لا بطريقه جميله دبلوماسيه دكتور شرف بطريقه دبلوماسيه بطريقه حلوه دبلوماسيه والله يا حجه خليفه يعني ما الكلام ده انا شايفه في ارض الواقع كده ما موجود يعني هو كلام كنظري صح يعني سليم ده المفروض يحصل انه يكون في حوار بيناتهم لكن هو يقعد يقوم يقول لا والله القروش دي حقت امي دايره بيها ما بعرف تشتري بها شنو وهي تقوم تقتنع وما يكون في نقاش في الموضوع وما يكون في خلاف يقول لا حقت امي الموضوع بك خلاف ممكن يكون في خلاف في انه والله انت مقصر من بيتك وعملت كذا غيره ولا والله ما بتغير على امه ولا بتغير على اخواتي ولا بتغير على المصاريف يا رجال هي وين الرجل السوداني والله اديها عين حمراء انت سامع مني يا خالتي مع الرجل السوداني كله عامة مع اي رجل سوداني والله يا جماعه لا يعني انت هسه بتقبل يدوا العين الحمراء بقبل هسه نحن نقوم في سيدا ومشاكل والله انا انت ما بتقبل يعني ليه يعني وجهه نظرك شنو؟ وجهه نظري انا ما قايم لك بواجبي ومديك حقوقي وحقوق اولادي لكن يعني الحاجه حقتين او حقت بصرف امي ولا حاجه حقتين اخذتيها انا جنب جنب المره بتهبش الراجل دولاب وراه دي كمان كمان الحركه دي تجسس ده تجسس عادي هو ده اللي بيجيب المشاكل لكن في نوع رجال يا خالتي حجه ما بيتكلموا الواحده عشان تعرف الحاصل بديها بتشوف الجروب بتشوف الغلط اللي جايبه وتفتش موبايله وتمشي تجيب المشاكل غلط لقيت الموبايل ده ما تتكلموا عنه المباراه دي وصلت خلاص بيقفلوها لكن الجيوب والدوارب دي مفتوحه غلط والله يا اخوان اكبر غلط والله الهدوم انا كان يتكود بخليه في السرير لما اني عارف ان دي المصاري دي كده المرض بتجسس دي اقعد حاجه ما دايره مشاكل يعني دايره مشاكل دايره تعرف الحصر يعني هسه في رجال مبرو مرتبهم ذاته كم بيقسموا النص هي حتعرف كيف لا ما هي ما بتعرف لكن انا غايته ما عارفه بتحس انه صرفه في روحه كثير مثلا شايل تليفون غالي بيشتري كله فتره والثانيه لبس كويس في نفس الوقت هنا الميزانيه ما قدروا صرفوا على نفسه لا دي انانيه بتحصل دي انانيه ما الواحد ما يكون اناني يعني يمجد مرته ويمجد وليده عشان كده الميزانيه تمسك المره هو طبعا لا لا انا شوفي الغالي في السودان انه الراجل ما محسوب في الميزانيه دي لا قاعد يحسب لبسه ولا قاعد يحسب البيت كله قاعد يشيل القروش وغايته بيلبس صدفه منو بيلبس صدفه؟ يا فجلالي بتروح هدايا بتجيب هدية بتجيب جلابية فجلالي فراغي والعمم دي ولا شوية صح حقيقة هي اصحابه برا بيتذكروه هو اكثر ما قاعد ياخد نفسه في الميزانية بيتذكروا له اطفاله بيرسلوا له هو رايك شنو في الكلام ده؟ يا جماعة اقول لكم حاجة والله في نسوان بيكسن رجالهم صح في اي ما هو الا لكن هو ما قاعد يحسب نفسه في الميزانيه دي يعني انا بفتكر انه غالبيه الرجال في السودان الميزانيه كلها بتخش البيت ما قاعد يحسب حاجاته يا دكتور ما لما المره تختلف هو يا دكتور معاز هو الخلافات والمشاكل والطلاق ده كله مش شنو؟ ما من الكلام ده يعني تبدا من ال ايوه لا والله بس مرة تعب شو متى في بيته والله هي شوف المساله بتاعت اللبس والبتاع دي بقى ذاتها ما محسوبه في الميزانيه ايوه وفعلا بالحاصل خالص يعني حتى الكسوة بتاعت المدارس انت لما تستعد لبدايه الموسم الدراسي وتجهز اولادك بتفتكر انه ده انتصار يعني انتصار يعني وما بعده كويس وكبير جدا فبتبقى بعد المسائل بالقطعه يعني انت طلعت من المدارس خشيت الضحيه دخلوا في رمضان طلعت من العيد طلعت من العيد فبتبقى المساله هي طوالي مستهلك دائره انت مستهلك طوالي كويس الحاجه اليوميه دي هي اللي بتدعب الناس يعني ديك زي كده بتحين نفسها كده ما تعرف ان هي بتحصل كيف يعني تحت برضه بند الله كريم هي موجوده والحمد لله الحمد لله عاداتك وشكلك لكن الحاجات الكبيره دي جايد الضحيه بتلقى نفسك اول بلد كلها ضوحت اللي عنده واللي عنده بشكل هاي اول مره تزعل جف عيد رمضان الناس خبزت لبست عياله لبسوا مدارس جات الناس دفعت اقساطها قصدها الاول كده
لكن الاشكاليه الكبيره هي في اليوم في رزق في 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 مصروف اليوم ده مصروفات اليوم اللي هو مشكله كبيره جدا وداخله جواه كل الحاجات يعني والمواصلات جواه والتليفون جواه والاكل جواه والعيش جواه البيت فيه اطفال يعني انت في اليوم لك 340 من ده انت ذاتك يعني لسه الناس بيحسبوا بجيب انه بتشتري يعني ممكن يكون عامل بيشتغل برزق اليوم باليوم او عنده ساعتين ثلاثه ضاعت في صف بتاع رغيف في صف بتاع مشكلة غاز في اي حاجه كويس انت جيت شايل انبوبتك دي جدا ووصلت على الحد بتاع الغاز زول مسكين جاب ركشه كويس على اساس يملاها ما لقى الغاز رجع ب 50 جابها ب 50 قروش الانبوبه ذاتها كملت مواصلاتها كملت يعني ومشكله اشكاليته بتاع الغاز ومشكلته موجوده وغايمه فانت لما تمسك التفاصيل وتفاصيل غسيل الميت زي ما بقوله بتلقى انك يعني الضغط عالي جدا وده انا بفتكر الشيء اللي بيجيب الناس عليكم كثير يا دكتور فبتبقى مش كده يعني يعني زول زي بيتكلم براو كده هسه الناس ما كل زول بيتكلم في موبايله وهو ماشي يعني بيتكلم هاي كل زول بيتكلم وبيشتغل الضغوط والضغوط وحياته وكده وبتاع فالناس انا افتكر يعني شنو البدائل الحق ونحن نتكلم فيها في البرنامج ده في انك انت تاكل كيف انت تكلمت عن بدائل ولا شنو الاساسيات وشنو الحاجه ممكن نستغنى عنها ممكن يتلغي شنو ممكن يتلغي شنو يعني ناس زمان يقول لك يا اخي والله الرغيف ده سيبوه وكله كسره الكسره بقت بدل الرغيف كويس مخترح ثاني شنو اللحمه خلاص اعملوا كفته بتاعت بطاطس واعملوا البطاطس ذات واعملوا العيش واعملوا 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 العقليه بتاعت المراه وانا افتكر تورات وتاهيل في التدبير المنزلي يعني ما المساله بتاعت نطلع من الروتين التقليدي ايوه اي زوجه وبيت في البيت تقف قدام البوتجاز على اساس انها تطلع الكام بيطلع ده فالكام بيطلع ده كل مره ماشي ماشي في نقصان وماشي ماشي لانه يمشي وزاته يفوت فيبقى شنو برامج التغذية أنا أفتكر المحادثة عن التغذية والتوعية التغذية مهمة شديد جدا يعني ما في الليلة حتى البرامج العامة التلفزيونية وكده وبتاع الشيف اللي بيجي يقول لك يا أخي ما أعرف حاجات كده يعني أنت سالك يعني في البلد ما أنا بفتكر أنه يفترض يكون في أنا بقترح أنه يكون في دورات تدريبية في الأحياء يعني أيوة ممكن يعني الناس ياخذوها بشكل مركز في الحي بتاع الشباب ولا بتاع يلموا الامهات ديل بالصباح ساعتين ثلاثه أيوة بسهوله شديده يعني جدا وممكن تكون افكار جديده أيوة استاذ رشا يا جماعه طيب احنا في حدا واقعيه حدثكم بها كيف؟ انتوا ما ناس فلانه هذي جارتي ساقت اولادها ودتهم المدرسه الخاصه وهذيك المدرسه الحكوميه في قري في البيت هنا وحافظي وامشي المدرسه الحكوميه في احنا ما في شيء ضرنا الا المحاكاه والتقليد الاعمى عمك صحيح قد بمشي مدرسه ليه اودي مدرسه خاصه انا ما قادر انا ما قادر اكل اودي مدرسه خاصه ليه بملايين يلا بملايين يلا الرجل عنده دور كبير اودي المدرسه حقت الحكومه دي ان شاء الله يوم يقري يوم ما يقري وعنده كراسات وعنده كتب وانا اقف مع ولدي اقري ووري ووجهه بدل انك تمشي تسوي لك قهوه ولا حنن ولا حاجه زي دي اقف مع اولادي ما بودي لي ولد يا جماعه مبالغ المدارس اولين بيقولوا ثلاثه اربع يعني لكن ما بقول لك مدرسه الحكومه كعبه ولا ما كعبه اول وقت كان اللي دون الفنادق يرفوه ساي هي الحشان دي حقت المدارس دي يا جماعه يا اخواننا احنا ليش ضارينا ايوه ليش ضارينا عدم الواقعيه انتوا يا رجال ما طبعا نسوان ليه ابن فلان احسن مني انا فلان احسن منك انا ما عندي فلان يمكن عندها تودي يا اخواننا يا جماعه هل بيرضوا النسوان؟ مسألة التدريس دي بالذات التعليم دي بيقفوا فيها النساء أكثر، يعني مثلا هي لو قالت هي لو قالت رأيها هي ما بتقدرش الناس ماشية بعيد ليه؟ يعني دي مدارس الحكومة بزيحوها ودي المدارس الخاصة بزيحوها، أنت يعني ده الأول المدارس بنجاح بمستوى عالي جدا خاص ال- 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 العلاج الحكومي والعلاج الخاص فريق كبير فتعليم خاص ده نجاح علاج خاص علاج حكومي يقرب ليموت الحاجات الخلاص بقت قدام الناس دي يعني الحياه اللي كانت في يد الدوله أيوة انهار ايوه خلاص يعني أيوة. سنين بتاع الضياع لكن الظروف تغيرت وما تسرقت يعني نحن هسه عشان الناس ياكلوا ويشربوا ويستروا جوا بيوتهم ويشتغلوا وهسه البيوت دي كلها شغاله بفخ الستره يعني يعني أيوة حقيقة كل البيوت دي بفخ الستره الأسرة السودانية بصورة عامة وبعدين الناس ما يتكلموا عن الخرطوم
يعني مدن ثانيه مطحونه مطحونه شديد جدا. نعم في الريف الناس بيشتروا هم كل حاجه بيطلعوا سكر وشاي وصابون، لكن عنده بطاطس وعنده باميه وبذره عنده سخله عنده لبن عنده غنمايته وعنده ناجح عنده بقرته واقفه في حلول حلوله موجوده نوعا كويس، لكن بصورة عامة المدن هي الإشكالية كبيرة جدا. وبعد ده كله ممكن جوا الميزانية دي أحسب لك إيجار متصاعد. بس فعلا الفكرة دي في راسي يعني الإيجار اللي أنت بتأجر بالليل بعد ست شهور بتلاقيها طوال الضعف 2 أو 3 مرات. فتلقى المسألة يجيك شي دبيت في أي ظرف يقول لك أنا عايز بيتي، تطلع تفتش عشان تغير ميزانيتك ثاني. يعني بدل ما أنت تدفع 1000 جنيه مثلا لإيجار أنت لازم تفتش وحتلقى ب3 أو ب4، تكون زادت لك من ميزانيتك اتغيرت تماما. طيب عشان كده أول حاجة الحاجة المهمة شديد جدا الحته بتاعت الاكل والشرب. يعني نعم ليس الخبز وحده ويحيى الانسان، لكن يحيى الانسان. فانت لو ما المساله دي ودخلت فيها دوله ودخلت فيها تنظيمات، وبعدين احنا ليه يعني هسه الفكره بتاعت كان الزمان الجماعيه، يعني الناس اللي بيمشوا السوق المركزي والسوق المحلي على اساس انك تجيب لك سلطه، تجيب لك قفه بتاعت بطاطس تقسمها تقسمها على 5 كيلو بالجمله. ايوه بالجمله ارخص يعني. وهي دي فكرات بتاع جمعيات تعاونيه. انا حق ذاته افتكر الناس ينشطوا الجمعيات التعاونيه زي ما كانت يعني. فاي البيوت الكبيره تعمل الفكره دي، الجيران المتحابين المتحابين بتاع يعملوا الحاجه دي، يمشوا يوم الجمعه دي يجيبوا حاجاتهم كلها يقسموها يقطعوها كل زول يشيل حقه يعني. فدي كلها اشياء ممكن تطرح لتخفيف، لكن كمان يعني عامل الزمن برضو بقى في البلد دي إشكالية. عشان انت تطلع من بيتكم وترجع من بيتكم حاسب حساب انك انت تصل البيت الساعة كم ولا تعمل الساعة كم في مشوار بتاع الشارع كيلو 2 كيلو متر انت داير لك لك 5 ساعات في 3 كيلو والإشكاليات وحركة وضغط وبتاع. فالحاجات دي انا بفتكر انه اللجان اللي قامت في الأحياء هي لجان مقاومة ولجان خدمات بيئية من الأسماء اللي قامت بها دي مهامها والله حقه تتجه للحتات الحاجات دي. تضبط لنا الافران، تضبط لنا الحياه، تضيع الزمن في ساعتين يعني كل الاشياء دي. بعدين يعني حاجات كثيره جدا يعني انا اشتغلت برامج اذاعي وكان برضه جزء منه حلقه تلفزيونيه رشا. الخضار اللي بينزل في السوق المحلي في بحري الساعه 4 صباحا اذا كانت كانت وقتها صفيحة الطماطم ب 30 و 25 كان الكيلو ب 3 و 4 جنيه بفرق كبير جدا. يعني 3 أضعاف لما تنزل هي الصفيحة دي أو تنزل ينزل المزارع وبتكون في 5 6 أيادي لحد هي ما تصل لمستوى يصل بسعر. طيب عربية الخضار اللي بتجي في الشارع مختلفة تماما عن الزول اللي قاعد في السوق. كويس. فدي اشياء كلها انا والله افتكر يعني ما حق الناس يتكلموا ويفوتوا فيها ساكت، يعني ما نشكي، ما نقعد والله انا جيت شايل لي بطاطس والله اخذت الكيلو ب 40 واقول الكيلو ده ب 50 وحاجه كده. الكيلو زاد زمان كان حاجه كبيره يعني حاجه حصلت. لا لا ده 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لا لا انا افتكر انه في الحته دي الله يقدر يتكلم في تطفيف. لا انا يعني يومين انتبهت فافتكرت انه كيلو بطاطس ده حاجه حنجذبها والله يعني. والله تطفيف تطفيف. انا عندي نايم بتاع لبن بجيبه اللبن ال3 طرطال او ال4 طرطال كل مره مختلفه. زول يديك لها تحت، زول يديك لها فوق، زول يديك لها في المستوى. ما المطففين البلد دي فيها تطفيف عالي جدا استغفر الله العظيم، ويل للمطففين. لكن فيها تطفيف عالي جدا في كل الموازين بتاعته. دي واحده من الحاجات الدايره مراجعه في ميزانيه الاسره. يعني زول بيديك ليمون 3 ليمونات ويقول لك يا اخي والله ده كيلو وده نص كيلو وده دي كلها اشياء يعني يا ريت ناس ضبط الجو اسمه شنو هو الجو المغايدي ويديك الخضار اللي ما بقيت نبيه فتحته وتمشي تلاقيه كله بايظ في البيت. والله نحن اول امبارح البيت مع اخوته هنا جابوا معاهم موز اول ما اخذته جيت اشيل لي واحد قلت له هو الموز كان ده كله قعد ولا دي قلب بحار الكبير كيف قال لهم جبتوا لي قال لي بعد قد اعتذرت في عربات كده بتجيب جيري جيري وداني قال لي بس جيب القروش جابني وجا انت العويرات انتوا كم ما فت أكل ما الناس دي ما عندها ضمير. لو اداك حاجه ما تفتش الكيس طوال شوف الفلوس لازم تشوف الكيس فلوس تحصل تحصل كثير. لا الغش في المواعين مشكله مختلفه عن الغش العادي يعني في وضع
لكن كونه الكيلو ما كيلو والرطل ما رطل والميزان ما ميزان وحتى الميزان المغرودة ما هو ما مظبوط فيها اشياء كثيره جدا كمية السماسرة مبالغة السماسرة بس ده كله كان ضعف ثمن المواطن تدفع ثمن الأسرة وبرضه جزء من الخلاف بتاع المرأة والراجل انت جبته وانا ما جبته كمية بسيطة وعايزة قروش عشان تجيب كمية اتمنى نضبط السوق يا جماعة احنا استعزانا كله في السوق وفي السماسرة الفنوس ديل أذى شديد يعني انا بصاف بسمع الراديو بسمع الاسواق وحركه الاسواق امشي اقول لي تقول لي حاجه خلي بعد ترى يقول لي الناس الجايه الناس الاذاعه قالوا انت ما عارفه من زمان اقول لك ده كلام اذاعه قلت له كلام اذاعه شنو ده كلام صح الطماطم ما بديك فيها الا كده ودي ما بديك فيها الا كده لكن ولا بسمع كلامي ومن محل لمحل انت بتمشي وعارفه الاسعار اصلا هي عارفه من اللي هنا من المركز عارفه هنا بيكودك بيك لكن بديني بيه ما بديك بيه بديك بسعره هو بدي انا برضه عليه والله شفت انا ما لكن هو هي يا حجة بيكون اي في المركز كان السعر كده لكن السمسار أيوة. اشتروا وباعوا أيوة. لدينا أيوة. أيوة. السماسرة دي يا جماعة اتمنى انه اسأل العهد الجديد ده يضبطوا لنا السوق اول حاجة ونزل صحهم كده لانه يلاقوا فتلي الملاحظة يا هل ناس بتتكلم فيها ويا هل عايزاها ويا هل عايشة بيها يعني أيوة. بنكبر بها يا لنا هي ذاته هي من قفة بقت كيس الكيس ذاته بقت كيس حي صغيره يلا كريم والله ربنا يفرجها ان شاء الله باذن الله مع التغيرات والظروف الحاصله دي يا دكتور يعني كثيرين جدا يعني حتى في السنتين اللي مشوا ديل غيروا اماكن سكنهم ممكن تكون بسبب الظروف الاقتصاديه الحاصله دي والتغيرات الحاصله في اسعار الايجار مثلا وفي كثير جدا برضه بذكر المدارس الخاصه حولوا عيالهم من مدارس لمدارس اقل اذا كان حكوميه او في الخاصه بتكون باسعار رمزيه مثلا اذا عيالهم مستواهم الاكاديمي كويس في تغييرات كثيره حصلت يعني انا قبل في بدايه الحلقه ما استشيره بقلت انه الظروف الاقتصاديه بتجبر الناس انها تغير سلوكيات كثيره جدا الايجار ما هو زول المأجر لك ده معتمد على قروش الايجار ده عشان يعيش بها لما السوق يتغير مضطر يزيد هو عشان يقدر يشتري اي يفرض عليك انت حتضطر تغير تمشي للاقل في السكن مش كده ايوه بالتالي الظروف ما بيقدر اللي بيمشي لاعلى ما انت بتطلع هو مجبور انت ايوه انت عشان تمشي لاعلى لو داير نفس المستوى حتلاقي نفسك مشيت اعلى او ترضى بانك تشوف موقع اقل عشان تسكن فيه في نفس التكلفة يبقى عدم ضبط السوق بخيل بيجبر الناس انها تغير حتى عاداتها وتقاليدها الغذائيه مش كده؟ ايوه يعني بقى انه احنا حاسه وجبات فطورنا مختلفه في ناس بيقول يقصدوا انه ياكلوا وجبه كده ما معروفه هي فطور ولا غدا تكون الساعه 12 عشان يقدر يتغدى الساعه 6 عشان ما يكون في عشاء مش كده؟ والله يا دكتور بدون مقاطعه انا بفتكر دي حاجه دايره لها كاميرات تطلع يعني بقت الحته بتاعت البليله اللي قدام الستات الشاي والباكومبا الحاجات اللي بتتخطى دي يعني بقت هي ما كان ممكن تكون سنده لكن هسه هي وجبه اساسيه وجبه اساسيه اللي جيمات في الغداء ما موعد لجيمات يعني بتلقى الساعه 1 ستات الشاي قدامه اللي جيمات قدامه فمظاهر زي دي كثيره جدا يعني هي داخله في 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 صحيح مطلع غذائي نتيجه للظروف الاقتصاديه في حين انه داخل البيوت ممكن الوجبات دي تكون للاطفال سند غذائي جيد جدا تملى الفراغات يعني وبسعر اقل رغم انه البليله حس العدسيه غاليه جدا يعني مش كده؟ الكبكبه بيقول يا رخيص اصلا في رمضان لقيت البليله الحمراء قالوا يصدروها برا عارفين قيمتها احنا تارينا ما عارفين قيمتها والله قلت لها لا الكبكبه زمان هو الغالي ورغم انه سبعه طعميه ارخص من الحمراء ايوه من البليله الحمراء أيوة. ارخص يعني هنا يلا هو دائما الظروف الاقتصاديه تقوم تعلم ناس الاسر البدائل الغذائيه ذات أيوة. القيمه الغذائيه بتاعتها لانهم مربوطين برمضان كانوا ده. ايوه لكن ممكن يحصل تبديل لكن حاسه ناس اللي يبقى في سؤال يطرح انه هل الدوله قريبه في الحته دي في تغيير هي دي المشكله اللي انا حاسه كنت انا افتكر والله نحن في عهد جديد الناس يعني تعبت شديد جدا في سنوات صبر. كانت اقرب بتاع الجوع وصبر صبر ايوب صبر انبياء الناس صبروا أيوة فبعد الفهم يعني انه انا والله التغيير في الوجبة والتغيير في السلوك والتغيير والحاجات دي كلها المفروض تكون فنرجع تاني أقول والله إنه دور الشباب اللي كانوا شفناهم نحن وكانوا أساس التغيير وكانوا القوة بتاعت التغيير وباعتصامات وبتظاهر وبتحمل وبمسيل وبرصاص وكل الواجهة ده جدور بتاع الشكل زي ده في 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 في, في, في الأحياء يعني في رغابة في فهم في توعية في تدريب في تأهيل في أشياء كثيرة جدا
طيب البودي هو الجسم اللي بينظم الاشياء دي كلها، نحن نحسبه منه ونقول شنو ونقول زياده وكيف. الانتاج بتاعتنا أيه. احنا يمكن في المرحله دي نحن محتاجين نحن ننبه المؤسسات والجهات دي في العهد الجديد ده للوضع اللي نحن عايشين فيه، حتى بعد كده هم يجي يراقبوا الحاصل ده اذا كان في عند التجار والغيره، لكن محتاجين لتنبيه وتركيز اكثر، لانه والله قفه الملاح دي بقينا يا رشاف تكير يعني اصلا اذا هم ما انتبهوا لحاجه زي دي ما حقول الناس ذاتها كانت تغير يعني محتاجين لسه حنتكلم في يعني نصرخ وندوق يعني كورك يعني في حقيقه ايوه حاجه. طيب حنتكلم في المحور ده لسه حنتكلم فيه وفي محاور ان شاء الله لسه مختلفه عن ميزانيه منزليه كيف يمكن ادارتها ومن الاجدر حواء ام ادم عشان الاسره تصل لبر الامان في الاحتياجات الاساسيه للاسره. فاصل قصير تنتظرونا من بعده.